يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامنا. فمجموع مكثه في الأرض بأيامنا هذه 14 شهرا و14 يوما على وجه التقريب. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. رواه مسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال. فمن هذه الإرشادات التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي تعصم من فتنة الدجال: التمسك بالإسلام والاعتصام بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والعلم بأسماء الله وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب ويعتريه ما يعتري البشر، والله جل وعلا منزه عن ذلك، ويعلم أن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. ومن هذه الإرشادات التعوذ بالله من فتنة الدجال خاصة في الصلاة، وفي ذلك جاءت أحاديث صحيحة، من ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وحديث عائشة في الصحيحين. وكذلك: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. مما يعصم أيضا من فتنة الدجال حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات بقراءة خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو من آخرها، في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله عنه: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء في مسلم أيضا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. مما يقي من فتنة الدجال الفرار منه والابتعاد عنه، وذلك بسبب ما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس، فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فإذا هو يتبعه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود بإسناد صححه الألباني. وهذا ليس مقصورا على الدجال، بل ينبغي على الإنسان أن يفر من مواطن الشبهات كما يفر من الأسد بل أشد، وعلى الإنسان ألا يغامر ثقة بنفسه، وإنما ينبغي على الإنسان أن يتوقع وأن يجتهد في البعد عن كل ما يمكن أن يلوث صفاء إيمانه أو يلوث صفاء عقيدته. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن، يقول فلن يضرني، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. يكون هلاك الدجال على يدي عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
ذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منه إلا قلة من المؤمنين. عند ذلك ينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال. ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فألحق به عيسى عند باب لد. واللد بلدة بفلسطين بقرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال، أي إذا رأى عيسى عليه السلام، ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونه، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه مسلم في صحيح. فتنة الدجال فتنة شخص وفتنة جنس. ففتنة الدجال إذن على نوعين: أحدهما فتنة شخص، والمقصود بهذه الفتنة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان كما في الأحاديث. الثاني من النوعين فتنة جنس، والمقصود بها كل فتنة يقارنها تمويهات ويقترن بها شبهات، فإنها من جنس فتنة الدجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك كان معصوما مما هو دون الفتنة. إلى أن قال رحمه الله: ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذات من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات أمر به كل مصل، إذ هذه الفتن جارية على كل أحد، ولا نجاة إلا بالنجاة منها، فدل على أن فتنة الدجال كذلك. ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمن بذلك كل الخلق، مع العلم بأن جماهير الخلق لا يدركونه، ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء. وهكذا إنذار الرسل إياه أممهم يقتضي تخويف عموم فتنته، وإن تأخر شخصه حتى يقتله المسيح. وكثيرا ما وقع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكثيرا ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدجال، ومع هذا فقد جرى للمؤمنين مع أتباعهم من المحنة الواقعة في الإسلام. ومعلوم أن هذه الفتنة هي نتيجة محنة الدجال، بل هذه النتيجة أقرب إلى محنة الدجال من غيره. قال هذا رحمه الله تعالى في السبعينية، وأخذ هذا المعنى العلامة السعدي رحمه الله تعالى يتكلم عن أن فتنة الدجال إنما هي فتنة شخص، وهو الذي وردت فيه الأحاديث بصفته ومكان خروجه إلى غير ذلك، حتى يقتل على يد مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام، فهذه فتنة شخص. وأما فتنة الجنس فقال هي موجودة حتى في عصره، في عصر العلامة السعدي رحمه الله، قال: هذه المخاريق والتمويهات التي تظهر ويلبس بها على الناس حتى ينحرف كثير منهم عن دينهم هي من فتنة الدجال. يقصد أنها من فتنة الدجال جنسا لا شخصا. فقال كثير من الناس مشنعا عليه رحمه الله إنه ينكر خروج المسيح الدجال،
وإنما كلامه وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو الذي قال بهذا الكلام على هذا النحو الذي رأيت، ولا مطعن فيه ولا مغمز. رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله تعالى العلامة السعدي، ورحمنا الله رب العالمين والمسلمين.